وشعبنا الفلسطيني باستشهاد الشهيد الأسير ميسر أبو حمدية. بعدها لابد أن أشكر كل من أنجح هذه العملية الديمقراطية، بحيث مارس الطالب حقه بكل أريحية وبعدالة ومساواة. بالنسبة للنتائج، عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع 4440 طالب، عدد المنتخبين 3462 طالب، الأصوات المحسوبة 3318، اللاغية 95، البيضاء 49، نسبة التصويت 78%. كتلة الشهيد ياسر عرفات 2098 صوت، بواقع 22 مقعد. حجارة السجيل 856 صوت، بواقع 9 مقاعد. وطن للجميع 259 صوت، بواقع مقعدين. مبروك للجميع ولجامعة فلسطين التقنية. أولا هذا الفوز هو استفتاء على أن فاتح باقية ومنتصرة، هو إهداء لروح الشهيد البطل ميسر أبو حمدية الذي استشهد اليوم في سجون الاحتلال، فلننتصر له جميعا. هذا إهداء لكل شهداء فلسطين وعلى رأسهم سيد الشهداء ياسر عرفات أبو عمار، فهنيئا لكم يا أبناء الفتح، هنيئا للجميع.